انعكاسات الجوفري المعاصرة وأبعاد مسألة الجوفري هي عناوين تطرح نفسها بقوة شديدة في حلقة اليوم من الاتجاه الصحيح. دكتور مات جوفري، هذا الكلام باش مبشوش يرد عليك ونرد عليك ونسألك نفس السؤال باش مبشوش، هل يوجد لديك جوفري؟ دكتور يا ريت نكون نحن دكتور كيسو. اسمح لي دكتور، اسمح لي. زينة ما بتطلعش جبال، تاخذ رجالك وترحل عنا. الموضوع 60 درجة في العالي نطلع. أنا خايف أسماني يكون عندك جوفري، ما بدك تحكي. هذا الهم يصير بعد جوفري ولا أريد أن أنت عميل للكتاكيت وعيش على جوفري بريء. هذا لا يجوز، اللي بريء ما يصير هذا الكلام. الموضوع هذا الكلام اللي هذا هو الخطأ. لا يجوز، لا يجوز أن تقول هذا.